أخي المزارع، لرعاية العنب خلال شهر ديسمبر يتوجب الاهتمام بالأمور الزراعية التالية: البدء في عملية التقليم الشتوي خصوصاً للأصناف المبكرة. يتوجب تقليم الأشجار البالغة لترك العدد المناسب من العيون طبقاً لطريقة التربية. استمرار تقليل الري في المزارع التي تروى بالتنقيط. تقشير القلف السائب على الجذع والأزرع باللوف الأحمر للقضاء على الحشرات التي تقضي بياتها الشتوي، ثم غسيل الأشجار جيداً بمخلوط من 1.5 إلى 2 لتر زيت معدني زائد 100 سنتيمتر ملاثيوم لكل 100 لتر. في الأسبوع الأخير يتوجب البدء في الرش بأحد المواد الكاسرة لطور السكون لزيادة نسبة تفتحها وانتظام تفتح العيون.